السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى فيديو جديد، جولة جديدة في محافظة كفر الشيخ. هنلف كده مع بعض في الشوارع وهنلف كده في المحلات ونشوف، هنشوف الدنيا عاملة ازاي وماشية ازاي قبل رمضان مع بعض. كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم الايام دي بخير يا رب العالمين. اول حاجه احنا نزلنا كده عن السرفيس، لقينا كده في محل عند المزلقان كده في وشنا في موديلات حلوه جدا جدا، يعني بصراحه لفت انتباهي، يعني ملابس كاجوال كده وحاجات بناتي وحاجات برضو ستات، يعني بتاعت ستات وبنات، حاجات كده بصراحه تشد يعني. والاسعار كمان لقيتها حلوه يعني مش غاليه، فقلت ليه ما اخدلكوش فيها جوله كده على السريع على ما ان شاء الله باذن الله يقرب العيد نروح برضو ناخد جولات في ارخص الاماكن اللي بتبيع الملابس وتبيع شوزات وكده علشان العيد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا انا ما كنتش نازلة اشتري يعني ملابس ولا اي حاجة، بس انا قلت ايه اخد لكم جولة كده في كم محل بحيث برضو تاخدوا فكرة كده عن موديلات، واحد يعني واحدة كده عجبها موديل او كده يعني ممكن تنزل تشتريه، ما فيش اي مشكلة خالص. مجموعة الدريسات دي حلوة جدا وبتراوح سعرها من 250 جنيه، يعني مش بتزيد عن 300 جنيه، حلوة جدا يعني. هنا برضو قسم عبايات سودة جميلة جدا رائعة، بتبتدي برضو من 400 450 بقى 460 كده، ما فيش برضو اغلى من كده يعني، حاجات بصراحة حلوة جدا والخامة حلوة جدا عجبتني ولفتت انتباهي. عايزة اقول لكم ان فيديو النهاردة بناء عن طلب متابع عندي في القناة، وهي يوميات اردنية وبنتها قالت لي اعملي لنا كمان جولات، يعني من اخر جولة انا عملتها في محافظة كفر الشيخ عجبها جدا الفيديو وقالت لي اعملي لي جولات كمان في شوارع كفر الشيخ وفي محلات كفر الشيخ، عايزة اشوف كفر الشيخ بالتفصيل يعني وكده، لانها طبعا هي ساكنة في الاردن بس بتحب انها تشوف حاجات كتير عن محافظة كفر الشيخ بالذات وعن مصر عامة يعني. من خلال الفيديو بقى بحب ان انا اشكرك وبقولك نورت قناتي وربنا يخليكي ليا يا رب، انت وكل متابعين الكرام وكل سنه وانتم طيبين. وعايزه اقول لكم ان اي حد ليه اي طلب عايزني اعمله له ان شاء الله باذن الله هعمله له، اي حد طلب مني اي حاجه بحاول ان انا متاخرش عليه واعملها له. في كمان واحده طلبت مني برضو فيديو هعمله لها ان شاء الله باذن الله، انا لسه فاكره لو انت سامعاني دلوقتي لسه فاكره طلبك وان شاء الله باذن الله هعمله لك وهنزله لك برضو قريب باذن الله. بس انا عندي دلوقتي مجموعه فيديوهات كتير جدا على التليفون عايزه اشطبها قبل ما اصور بس في فيديو تاني، عشان طبعا المساحه عندي وكده يعني. شايفين العبايه دي حلوه جدا عجباني بصراحه، يعني انا هنا في المحل كله ما يخصنيش منه غير قسم العبايات السوداء اللي زي دي كده، تمام. طبعا انا مش بشتري زي ما قلت لكم، انا بس ايه باخد كده ايه نظره كده معاكم، بس مش بشتري حاليا خالص دلوقتي ان شاء الله باذن الله. اذا نويت اشتري او اشتري حاجه لي او لاولادي ان شاء الله باذن الله هننزل بقى نصور بالتفصيل والاسعار كده وكده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. في برضو مجموعه عبايات بيتي حلوه جدا بتبدا من 100 جنيه وانت طالعه، يعني اسعار حلوه وفي نفس الوقت خامات جميله جدا وموديلات حلوه جدا، يعني ما شاء الله هتعجبكم. المحل ده زي ما انتم شايفين كده على الشارع الرئيسي، اول ما تنزلي من السرفيز عند الناس اللي هم بتوع الكشاك اللحمه الوطنيه دي قبلهم كده بشويه، تمام. هنا واحنا بقى رايحين على المزلقان، لقينا واحد بيبيع كده ايه فرش كده في الشارع، لان كان يعني ايه دول من الناس اللي بيفرشوا في السوق في سوق الخميس، فاحنا كنا رايحين يوم الاربع بالليل الاربع كده قبل المغرب بشويه، فاللهم صل على سيدنا محمد كان في ناس من اللي هي بتفرش في السوق فرشت، يعني بيفرشوا قبلها بيوم كده ويباتوا هناك، تمام كده. قال لي البنطلون ده ب50 جنيه، حلو جدا خامته حلوه جدا، بس طبعا انا مش بشتري زي ما قلت لكم، يعني ما كنتش ناوي ان انا اشتري، انا نازله اشتري حاجات تانية هنشوفها دلوقتي مع بعض، تمام. وكمان ان شاء الله باذن الله يعني هوريكم الحاجات اللي اشتريتها بالتفصيل وبالاسعار في فيديو روتين باذن الله. صدقتوني بقى في فيديو الجوله اللي فاتت لما قلت لكم ان انا كل ما انزل كفر الشيخ الاقي المزلقان مقفول، اهو فعلا والله العظيم كل ما انزل الاقي، يعني نادر جدا لما الاقيه مفتوح، كل ما انزل الاقيه مقفول زي ما انتم شايفين كده، فبنضطر بقى ان احنا ايه نعدي بقى من تحت الحديده كده. طبعا ما بنستناش القطر لما بيعدي، لا احنا الشعب المصري ما عندناش صبر، لازم نعدي من تحت الايه الحديد يعني، وربنا بقى هو اللي يسترها، ربنا يستر يا رب. تمام كده عدينا بقى المزلقان وداخلين في المنطقة المعتادة يعني اللي بنروح فيها على طول.
تانية. دلوقتي وصلنا للمغربي، وده محل كده اسمه المغربي، ده موجود في كفر الشيخ برضو في نزلتك في ميزلقان، بجيب منه طلبات العطارة بتاعت المطبخ، فلفل كمون بقى. هنشوف دلوقتي كل حاجة مع بعض. انا كمان عايزه فلفل بر، فكرتيني والله يا حبيبي. طلعت الجروف. ايوه يا باشا، هات لي بخمسه قرفه. عايز مش قرفه، قرفه سيجار. وخمسه بتاع كمون حصى، والله مصطفى محمد خمسه كاكاو وخام، وبتاع خمسه اسمه ايه اللي هي كانت لسه قايله عليه دلوقتي، كزبره ناشفه، وايه تاني والله انا فاكره بقى. وهات لي خمسة ايه بهارات فراخ. ماشي كده 25. طب هات لي باتنين كركم واتنين كاري. ماشي ايه تاني؟ هات بقى على مفتقر. كبيرة ازاي يا حاجة؟ ده بلد يا حاجة، ده زي جاد. هات كمان خمسة يا حاجة. حاجة. خمسة فلفل اسود حاطة كمان لو سمحت. ايه ده يا غالي؟ الحبايه من ديب مقام كيلو من التاني. لا 35. طب هات لي ب 10، هزود لك الفلوس. اكتب 10 بتاع شوكولاته خام، مش في شوكولاته خام؟ هات ب 10. انا عايز 5 جنيه. طيب واكتب كمان ربع كريم شانتيه. انا عايز 20. تمام. خلصنا كده طلباتنا، وعايزه اقول لكم ان اهم حاجه كنت رايحه اجيبها اصلا، وكنت داخله المحل كده علشان اجيبها اول حاجه نسيتها خالص، وهو القرنفل. تمام. بعت بعد كده جبته. طلب كل الاشكال هنا؟ ده في اشكال تانية؟ في جوه يعني؟ ايه؟ في جوه اشكال تانية؟ ماشي ماشي خليه. تعالى الفازات دي بايه؟ ازاي دي بايه؟ 25. ازاي دي كده 25؟ حاجة دي 20 جنيه. بكام؟ 20. دي 15. ماشي في شغلة كده هخلصها وانا جاية. حبيبتي اللي سألتني عن محل الأدوات المنزلية وقالت لي ما هيش عارفة برضو المكان بالظبط، انا هنا اهوت قبال المحل، يعني انا دلوقتي واقفة قصاد المحل بالظبط اهو، ده المحل اهو من بره، يعني لسه في من جوه، ده المحل من بره، يعني انا قلت اصور لها برضو المكان واشوف برضو هجيب منه ايه، علشان طبعا هي قالت لي انا برضو بوصف لها برضو مش عارفة. بص انا واقفة قبال المحل اهو، واللي قصادنا دي يعني اللي باين ده سوق سيدي مبارك، مكتوب عليه اهو سوق سيدي مبارك اهو، يعني دلوقتي ده المحل في اخر الشارع قبل ما تروح على سيدي مبارك، الشارع الرئيسي اللي هو اللهم صل محمد في نزلتك كده من المزلقان الوسطاني. انا هنا دخلت كده خدت جوله، ما اشتريتش حاجه غير علبتين كده من العلب اللي هي بتاعت التوابل الكبيره، جبت علبتين وبس كده وطلعت بقى من هنا، ما جبتش حاجه يعني. بصوا بقى ده مجموعه فوانيس رمضان حلوه جدا، والعاب كده وحاجات حلوه جدا، واسعارها يعني حلوه في المتوسط كده. عجبني المنظر بتاع فوانيس رمضان وكده، قلت ان انا اخد لكم ايه لقطات كده على السريع. فيه كان هو بيركب دلوقتي بقى في عروسه لزبونه، العروسه دي بتلف كده وبتغني حلوه جدا، يعني قعدوا يفصلوا قصاد بعض لغايه لما يوصلوها 90 جنيه من البطاريه. تسمعوا كل حاجه بنفسكم. شكلها جميل. مين الفانوس ده يا صاحبي؟
90 جنيه يعني فرقت ال 10 فرقت معايا انا مش معاكي. طب والله هنجيب الطلبات والروح 90 جنيه. انا بقول لك هنجيب شويه طلبات بالفانوس ده من غير حجاره عشان عارف. ها؟ من غير الحجاره 90 جنيه من غير الحجاره. نعم بالفانوس ده؟ اه دي ب 40 جنيه. 40؟ اه طب عليه؟ تك عشان تسمع الصوت. فين؟ سمع قدامك اهي. والله سمع قدامك جوه اهي. جوه جوه تك جوه هنا يعني؟ وانا ايه في ايه انت كهربيه؟ كهرباء صوت عالي بس انا مغلق. ده كله باربين برضه ولا في هاي الغطا دي؟ شوف شو الغطا دي يا لها دي تمشي. دي مدفع. مدفع بكم دي؟ مدفع دي 30. بس شوية دي 30. 30؟ ماشي. ايه ابو شنوك بتاعك مسكت على مشروع. لا لا دي ممكن تكون جاية عندك. اه انت هنا يا عسل؟ انت هنا؟ فيها علب زي كده بيبقى مكتوب عليها شاي وقهوة وكده. مفيش؟ طب مفيش اشكال تانية عندي؟ وكل اللي هنا؟ بادي قولي اسعار الحاجات دي. انا يعني ده غردي. اي انت عايز حاجه للبل؟ هو فين فرشك دي؟ اي طب قولي اسعارك كده. في دي برضه ب 10 هي برضه للبل بس لو عايز حاجه ناشفه شوف هنا وهنا برضه. الفرحه دي بقى اسالك على دي كام؟ تفتح من اختك ب 12 جنيه بس. يبقى احسبها لك زي دي. دي ب 15 جنيه والله يا اختي بس احنا يعني ونشفه كمان. لا دي كانت ب 12 وكانت ضروب فيها. مخروب بايه؟ مخروب ب 40. قولها هجيب لك من دي ولا من دي؟ ولا ايه؟ دي بتجي؟ اه. لا. ايه؟ بيت طبق لي. اجيب لك من دي؟ ايه؟ انت عايز هو دي هو دي. انت عايزه. مين الفساتين دي كم؟ 270. في واحد هنا مش موجود. ماله؟ مش واو زين. اه طيب. انا استغربت. بتقول بكام؟ ده 270. 270؟
ده على قد باتوني مرسي كبير كمان. انا برضو ما اشتريتش فستان، بس حبيت كده ان انا اتفرج على حاجات الصغيره. عايزه اجيب فستان كده البنت الصغيره، بحب قوي الفساتين. ان شاء الله باذن الله هبقى اجيب لها فستان حلو، يعني يجيبني فستان كده واجيب. انا هنا رحت المحل من محلات الادوات الكهربائيه يعني عشان اجيب فرع ليد. شو هتركبوا لي الفيشه لوحدي؟ وهنا بقى كنت قعدت كده شويه قدام المحل استنى، يعني صاحبه المحل ده رنت على جوزها او مش عارفه هيبقى لها ايه عشان يجي يقطع لي كده فرع ليد. فانا قعدت كده ان انا استريح واقعد على النقاب، يعني الدنيا كانت بهدلت. فانا ببص في التليفون اصلا بعد النقاب مش بصور يعني، فانا قلت يلا مش مشكله انزل المقطع ده. تمام كده كنت قاعده استناه بقى لما يجي علشان يقطع لي فرع الليد. فرع الليد ده انا جايباه لي علشان احطه في المطبخ. كان المتر عامل 8 جنيه والفيشه بتاعته كانت عامله 8 جنيه، يعني كنت جايبه 3 متر اللهم صل محمد، والفيشه كانت عامله 32 جنيه. دي ابيض والحاجة تجيب القصابة الصغيرة يا محمد، القصابة الصغيرة. بعد ما خلصنا هنا طلعنا بقى على محل خالد الشربيني، ده بتاع اكسسوارات سيارات. اي حد عايز استيكر للمطبخ بتاعه، كان في واحده برضو الاكونت بتاعها اسمه بيتيفور، كانت سالتني على مكان بيع الاستيكر ده في كفر الشيخ. فعايزه اقول لك هو عند خالد الشربيني، في الوقت اللي انا رحت فيه ما كانش متوفر كل اللي انا عايزاه، بس قال لي هجيب تاني يوم. يعني هو ما كلمته بعد كده من غير تصوير، قال لي هجيب تاني يوم كل اللي انت عايزاه هتلاقيه. السلام عليكم. هنا استيكرات تنفع للمطبخ على انزاها في على الرخام المطبخ وعلى المطبخ كده، اللي هي العارضه اللي بالمتر دي موجوده. طب ممكن اشوفها واشوف الاسعار. عايزه لون ايه بس؟ في اسود وابيض. اللي موجود دلوقتي اسود بس، مفيش ابيض. طب ابيض مقاس صغير يعني شويه قليلين دلوقتي، خلصان من مقاسات الكبير. طب طب وريني الاسود كده شوف. طيب فين المحل ده بالظبط يا ام نور؟ المحل ده هحاول انا اوصفه لكم، يعني مش بعرف اوصف المكان كويس. المحل ده موجود اللهم صل محمد، لو انت عارفه رياض الصالحين، يعني رياض الصالحين الجديد على الطريق الرئيسي كده برضو قصاد المزلقان. هتمشي في الطريق اللي فيه يعني في جنب العمارات اللي فيه رياض الصالحين، هتمشي فيه طوالي 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 يعني وانت ماشيه لغايه لما توصلي حديقه احمد زويل. قصادها برضو من الناحيه اللي فيها رياض الصالحين هتلاقي اللهم صل محمد المحل ده، هتلاقيه يعني مكتوب عليه يافطه كده كبيره خالد الشربيني معروفه يعني. ماشي انت بس في طريق رياض الصالحين في الشارع الرئيسي ده، ماشي على طول طوالي كده وانت ما عرفتيش توصلي المحل ده. بصوا اي محل اكسسوارات سيارات هتلاقي موجود عنده الاستيكر ده، لانهم بيجيبوه بيلزقوه على العربيات والازاز وكده. تمام، اي محل اكسسوارات عربيات او مثلا في المدينه، لو ما عندكش في المنطقه انتوا فيها في المدينه هتلاقوا اللهم صل محمد المدينه الصناعيه في كفر الشيخ، هتلاقوا جميع المحلات اللي فيها اكسسوارات سيارات، وهتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه بكل الالوان. احنا دلوقتي دخلنا على محل فيه ديكورات وفيه ورود وفيه حاجات كده حلوه جدا جدا للعرايس، يعني انا برشحه لاي عروسه عايزه تجهز وعايزه تجيب كل حاجتها مره واحده هتلاقيها في المحل ده. تمام، انا كنت داخلها علشان اجيب حاجه معينه كده في دماغي انا ما لقيتهاش، هو قال لي كانت عندي يعني بس خلصانه، قال لي هيجيبها تاني يوم تعالي لي بكره وانت هتلاقيها ان شاء الله باذن الله. قلت له تمام اجي لك حاضر تاني يوم. تمام كده، اللي كان في ايديا ده فوم، الفوم ده كان عامل 35 جنيه اللهم صل على سيدنا محمد، وطبعا كبير بس هو متطبع. يعني شايفين مجموعه الورود حلوه جدا بصراحه، حاجات راقيه وحاجات حلوه يعني. تمام كده، السلم اللي احنا شفناه في الاول ده سلم الديكور ده بتحط في اي زاويه في الشقه حلو جدا، كان عامل 120 جنيه. يعني ان شاء الله باذن الله لما نيجي برضو ناخد جوله بالتفصيل كده في المحل ده. انا لما لقيتش طلبي بقى طلعت على طول، قال لي تعالي تاني يوم، فلما يعني قال لي تعالي تاني يوم قلت اما اجي بقى بصور بالتفصيل. فدلوقتي احنا ده محل فيه فوم، اللي عايز يعرف برضو المكان ده فين بالتفصيل بتاع المحل ده او المحل التاني يقول لي في الكومنتات وانا اقول له عليه. تمام، الفوم الحجري ده عامل 40 جنيه بس ما شاء الله خامته حلوه وعرضه حلو، يعني مش كل الفوم. تمام،
الله مصر محمد. رحنا بقى لمحل تاني برضو في ديكورات وفي حاجات. لقينا الطابلوهات دي. الطابلو ده كان عامل 50 جنيه. لو تفتكروا اول ما نزلت كان قال لي واحد تاني كان قال لي 65 جنيه، ونفس الخامه يعني الخامه ما شاء الله حلوه وتقيله. الله مصر محمد في المحل ده قال لي ب 50 جنيه، وجبته فعلا. كان في ايدي ده اللي هو ده هوت، انا اللي حاطه دلوقتي انا جبته. تمام، هوريه لكم برده وانا معلقه كده في الشقه. وفي فيديو المشتريات برده والحاجات اللي انا اشتريتها هنزلها كده في فيديو كده، في فيديو روتين ان شاء الله باذن الله بالاسعار. تمام كده. انا كنت عايزه طابلوه اللي هو مكتوب عليه اللهم بارك هذا البيت، بس بصراحه طلع صغير. كنت عايزه واحد كبير لان عنده ركن كده في الصاله فاضي خالص، فكنت عايزه احط فيه طابلوه كبير يعني برواز كده كبير يخلي الصاله شكلها حلو. فيها برضو مجموعة انتيكات وفازات ورود وحاجات كده حلوة جدا. المحل ده اللهم صل محمد، هسيب لكم برضو رقمه في الاخر، عنده صفحة على الفيسبوك. انا خدت رقمه ليه؟ لانك برضو كنت طالبة منه طلب وقال لي هجيبهولك على يوم السبت يعني بعدها بيومين. قال لي هنزل بطاعة في حاجات ناقصة عندي، في طبلهات كبيرة اللي هي عايزاها اصلا وناقصة عنده خلصانة يعني. اللهم صل محمد. وفي برضو حاجات قال لي هجيبها ان شاء الله باذن الله يوم السبت. انا كنت هناك يوم الاربعاء، قال لي يوم السبت هتكون موجودة ان شاء الله باذن الله. فاخدت رقمه، اداني رقمه، قال لي الرقم ده اللهم صل محمد عليه واتس وكده اي شغل بنزله عليه. واللهم صل محمد عنده صفحة على الفيسبوك وكده. تمام، انا بشجعكم برضو انكم تشتروا من المحل ده. ليه بقى؟ لاني انا اصلا ما اعرفش صاحبه ليه؟ لان اسعاره كويسه يعني، اسعاره ما شاء الله كويسه في المعقول يعني، مش غاليه زي محلات كتير لقيتها غاليه. اللهم صل محمد. وعنده حاجات كتير برضو، اي عروسه اي حد بيجدد في البيت بتاعه هيلاقي كل اللي هو عايزه برضو موجود هناك. ولو في حاجه ناقصه بيقول لك هجيبها لك يعني، مش بيقول لك خلاص مش موجوده خالص او مش هجيبها، لا بيقول لك هجيبها لك وفعلا بيجيبها. تمام كده. على فكرة احنا خلاص يعني قربنا لنهاية الفيديو. انا عارفة ان انا طولت عليكم. على فكرة الفيديو اصلا كان مدته 40 دقيقة، بس انا حاولت امسح كتير بقدر الامكان لانه لقيته كبير قوي طويل عليكم يعني، بصراحة مسحت حاجات كتيرة منه. عايز اخد رأيكم اكمل بقى في الجولات زي ما انا ماشية كده يعني، اعمل فيديوهات كتير جولات وكده وفي محلات وحاجات بالتفصيل يعني. عايزين اعمل بقى ايه جولات بالتفصيل في محل محل كده واسعار وحاجات بالتفصيل اعمل لكم. بس شجعوني شجعوني بس يعني، قولولي احنا قولولي عايزين جولات في محلات ايه بالظبط وانا اعمل لكم. شجعوني بقى كده، حطوا لي لايك. لو عايزين بقى تعرفوا الكائن الفضائي ده رايح فين وبيعمل ايه ولابس ايه على ظهره، تابعوا فيديوهاتي الجايه ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. بس اتاكدوا بقى ان انتم مشتركين ومفعلين زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم فيديوهاتي الجايه ان شاء الله باذن الله. هسيبكم بقى في رعايه الله وامنه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.